على الارقام. هلا اذا بتطلع على الكوماند ويندو راح تلاقي انه اعطاك عدد الايبوكس هاي اللي هي قديش، مليون ولا 10 مليون؟ 10.7 مليون. هلا حسب الايرور، هلا انت قديش حطيت عندك؟ 6000، بس انا حطيت له ليميت. حطيت ليميت على عدد الايبوكس، عدد التريننج. تمام اوكي. هاي هلا اذا بدنا نروح نشوف الفاليوز هدول، هلا احنا بدنا نشوف شو النهائي، هذا النتورك النهائي شو صار، راح نحط القيم تبعته. فحتى نجيب القيم هاي اللي موجوده هون راح نرجع على الورك سبيس مره ثانيه، والورك سبيس طبعا زي ما بدك بتقدر تطلعه، بس هدول لانهم سنجل فاليوز بقدر اقراهم من هون. اذا ما بدك بامكانك تعمل دبل كليك عليه راح يفتحه كسبريد شيت، وبامكانك تعمل له كات اند بيست. اوكي، لكن احنا مثلا هون هلا بهمنا بدني الثيتاز، هاي الثيتاز. خليني انسخ الثيتاز اللي طلعت معي. فمثلا ثيتا هاي ثيتا 3 9.452، مزبوط. فهاي محلها راح احط 9.453، مزبوط. وناقص واحد راح يطلعها نفس. ناخذ ثيتا 4 3.66 كانها 3.6071. فثيتا 4 3.6071. بعدين عندنا ثيتا 5 7.1265، وبتضلها هاي طبعا ماينس 1. بعدين ايش بدنا كمان؟ بدنا الدبليوز، مزبوط. هي دبليو 13 6.18 راح احطها هون. W14 7.799 خليها 7.8. كيف نقدر نعمل زوم؟ وين؟ على نفس الداتا شو اعمل زوم؟ ما بعرف اذا بزبط. كان لازم ارجع على البروبرتيز. على اي حال مش مشكله، اذا مش شايفينه هلا من هون انا راح اكتب الارقام اقراها زي ما هي هون. هلا هذا الرقم مثلا اخذ W13 6.18 حطيته هناك، W14 7.799 حطيته انا 7.8. هلا W23 6.18 6.18 و W24 7.8. لاحظوا هدول متشابهين، طلعوا هاد وهاد وهاد وهاد، طلعوا نفس الشيء. ثيتا 3 وثيتا 4 حطيناهم، ضل عندي W35 -15.4 W45 14.8. خلص هيك اكتمل عندي كل القيم تبعت النتورك. طبعا هلا لو كان هذا 3، لو كان هذا 3 نيورونز بدي كمان ويتس اكثر. هيك طيب بدي اتحقق منه، كيف ممكن اتحقق منه؟ ايش لازم يصير اذا بدي اتحقق منه؟ لازم ادخل مثلا، اذا دخلت 0 0 ايش اذا تطلع معي الاوتبوت؟ هلا هي هون، هي هون هو عامل هذا اخر تحقق، مش هيك؟ هذا اخر اوتبوت اللي هو واي اي، واي اكشوال. واي اكشوال هلا حاطه هو هون 1 2 3. خليني اكبر الكولوم هذا عشان يبين الاربعه فاليوز كلهم، او اذا بدك بامكانك تعملهم على، المفروض هيك يزبط يطلع معنا هيهم. عشان اذا بدك تروح على سبريد شيت فيو، وهي بتعاملها كانها سبريد شيت، بامكاني اعمل كات اند بيست لهدول الفاليوز، كوبي ممكن نحطهم في سبريد شيت. حتى من السيميلينك بامكانك تبعت فاليوز من السيميلينك للماتلاب ورك سبيس، ومن الماتلاب ورك سبيس للسيميلينك. عارفين كيف في تولز، في تول معينه بتعمل تو ورك سبيس او فروم ورك سبيس، بتقدر تبعت داتا من الماتلاب للسيميلينك او من السيميلينك للماتلاب. اذا عملنا لهم هدول هاي كات اند بيست، هي هدول الفاليو صار. احيانا الداتا هلا لما تيجوا على المشروع تبعكم راح تلاقوا الداتا راح تكون في سبريد شيت، اسهل انك انت تحطها بسبريد شيت، مزبوط. بعدين شو بتعمل؟ بتعملها كات من السبريد شيت وبتحطها بالورك سبيس، وبتقدر بعدين تشتغل عليها بهذا الشكل. هاي الفاليو واضح ان هدول قريبين من ايش؟ من 0110، مزبوط. وفي ايرور اذا اخذناه، بس لازم يكون هذا الايرور اقل من قديش؟ من 0.001، مزبوط. فلو جينا تاكدنا منه، ما
اله حاسبه نحسب اياها، ياخذ الابسولوت. هلا هم كلهم بوزيتيف، فبس نجمعهم كلهم مفروض يكونوا اقل من قديش الايرور. احنا قديش حطينا الايرور؟ انت حطيته 0.001 اكبر هدول مش هيك؟ اكبر هذا الايرور، لانه هذوك تقريبا 0.001 اكبر. بعرفش ليش البرنامج ما شاف هذا، او في شيء ثاني عماله بيعمل ليميتيشن عليه. لا رديت رجعتها مره ثانيه. لما حطيتها 0.1 طلع 4000 ايبوك، خلص بسرعه. بعدين رجعتها ل 0.001 وعملنا ران، اخذت 10.7. هلا ممكن تلاقي انه الليرنينج ريت لو رفعت شوي الليرنينج ريت ياخذ وقت اقل وبرضه يعمل كونفرجنس. نعم صح، اذا نضيف ل 0.99 نضيف 0.001 بيطلع 1، يعني صح الايرور. بس انت اخذت الايرور الافرج للاربعه ولا لا؟ والسم للاربعه؟ لا احسب زي ما اشتغلنا يدوي نفس الشيء. بلك انت ماخذ السكوير اوف ذا ايرورز. انا اخذت ابسولوت. ابسولوت، خلينا نتاكد من الكود نشوف. هاي الايرور، مزبوط، واضح انه 0.001. هلا الايرور وين بنحسبه؟ وين بنحسب عندك الايرور؟ هاي الاي، لا فوق. هاي سطر 11. مش 21 اوكي. اي اوكي، زي ما اشتغلنا يدوي. اوكي، بتساوي واي تي ماينس واي اي، واي ترو ماينس واي اي اللي هو اكشوال. هذا الايرور. اوكي. احنا مش هذا الايرور اللي مزبوط. انا فاهم انت قصدك، هذا الايرور اللي انت بتحكي عنه في الكالكوليشن. بس انا في عندي ايرور مختلف شوي. كويس انه بينت لهي معي. الايرور اللي احنا بنحسبه اللي هو الكونفرجنس كرايتيريا مش لإنبوت واحد، بده يكون للأربعة إنبوتس. أوكي. هلا إحنا لو أخذنا المين أوف ذا سكوير أوف ذا إيرورز، خلينا نحسب المين أوف ذا سكوير أوف ذا إيرورز بالحالة هاي. كويس، أوكي ماشي. هلا تمام، الإيرور اللي أنت بتحكي عنه صحيح، بس صحيح هذا لغرض التريننج مش لغرض الكونفرجنس. أوكي، خلينا نحكي عن الإيرور تبع حد مع آلة حاسبة يحسب لي هذول ونحسبه إحنا بسبريد شيت. ما هم عندنا هيهم جاهزين بسبريد شيت، مظبوط؟ هاي بدها تساوي هاي بتساوي 0 ماينس هذا الرقم، مظبوط؟ وهاي بتساوي 1 ماينس هذا الرقم، وهاي نفس الاشي 1 ناقص هذا الرقم، وهاي بتساوي. ليش اخذت 0 ماينس هذا الرقم؟ لانه هذا هو التارجت. التارجت كان 0 1 1 0، مش هيك؟ هذول الاكتوال ايرورز مش ابسولوت. نربعهم ولا ناخذهم ابسولوت؟ ناخذهم هلا ابسولوت. ننسخ الأربعة هدول، هاي الأبسولوت، رح ناخذ السم تبعهم. هاي الأبسولوت سم أوف ذا إيرورز 0.004. هلا أخذنا المين أوف ذا سكوير أوف ذا إيرورز، يعني هذا هون أبسولوت أو سم أوف ذا أبسولوت أوف ذا إيرورز. الخطر هلا، الخطر إنك أنت تعتبر هذه الإيرور اللي أنت حسبته، ممكن واحد من الإنبوتس يزبط والثاني مش ظابطين. اوكي، فلازم ناخذ الايبوك كل التريننج داتا. فاحنا اخذنا هلا هون سم اوف ذا ابسولوت اوف ذا ايرورز. ايش ممكن ناخذ كمان؟ خلينا نربعهم، نربع هلا بربع الايرور نفسه رح يصير موجب على اي حال، مزبوط؟ ما ربعتها هي، ربعنا الايرورز اخذناهم الاربعه وجمعناه، مزبوط؟ هذا ايش صار عندي هون؟ هذا هو sum of the errors. اذا هذا هو SSE، هذا SSE. لو بدي MSE شو بعمل؟ باخذ الافرج. وهذا MSE. اوكي، بدك تستعمل واحده من هذول الكرايتيريا. اوكي ماشي، الكل فاهم؟ لازم اخذها على كل الايبوك كامل عشان هي تعطيني كونفرجنس كرايتيريا. هون عندي الام اس اي 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6، فهو فعليا انت لو عملت هاي ادوبتد هاي الكرايتيريا كان ممكن تعمل كونفرجنس ابكر. اوكي ماشي، واضح فاهمين؟ بس هو اللي اخذه في وحده من الانبوتس، جرب وحده من الانبوتس والابسولوت ايرور كان 0.001. اوكي ماشي، واضح؟ نعم. هون شو الايرور اللي حنضيفه؟ يعني حنعمل اربع ايرور لايش؟ اربع ايرورز طبعا. عند الواي، عند الواي بدك تفتش تجيب كل التريننج ماتريكس. مش عندي واي تي واي اي، بدي اقارن واي تي في واي اي لاخر ايبوك عملته، بعد ما اطلع واظبط الويتس لاخر ايبوك
ايبوك نفحصه من هدول. حتى هو الاصح يمكن في شغله بس تعديل بسيط. الايرور كان مفروض اخر شيء بعد ما عدلت الويتس. اوكي بعد ما تعمل اخر تعديل في الويتس بتفحص الايرور. اه نعم المفروض نعمل لوب جديد انه كل اربع مرات. هو عامل فور، هو عامل فور. هلا مفروض في اخرها يحسب الايرور، يحط فانكشن. يعني هو عامل هون لوب، معلش احنا هون شرحناك تشريح لهذا ما فيش مشكله. مش هو هون عامل الفور تمام، بس يخلص الفور هلا 1 تو 4 بعدها في فراغ قبل ما يجي على الاند تبعت الوايل. اه فلو نزل هون هلا هو بعد الفور، بعد نهايه الفور هون عند المنطقه هاي هون لما عمل ايبوك ايكوالز ايكو بلس 1. اه ممكن قبل ما يعمل هيك هون يحط ستيتمنت. هلا احنا ممكن نكتبها سودو كود. اه سودو كود يعني كود كاذب مكتوبه انا بلغتي بس حتى اعرف شو اعمل. فاهمين سودو كود؟ سودو يعني كاذب. اذا هون find the MSE and update. عشان لما يجي يروح على الوايل هلا مره ثانيه ايش راح يعمل؟ راح يفحص شو صارت قيمه الكونفرجنس ايرور. هلا هذا حتى نميزه المفروض نسميه كونفرجنس ايرور. كونفرجنس ايرور as opposed to training error. اوكي؟ okay?